salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilah Syekh Abdul Hamid kemuhadir fi hadhihi al-muhadarah wa ikhwani al-asatidzah muhafizin wa muhafizat a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Insyaallah fi hadzal nahar bi hadhihi al-munasabah an-nafizah sanwasil ma qad ta'allamna min muhadarah hawla احنا توقفنا عند مسميات الوقف والتجويد التجويد ومسميات الوقف اليوم ان شاء الله سنتعلم حول كلمة التجويد معناها ومسميات الوقف ان شاء الله بالتفصيل سيلقيها الشيخ عبد الحميد فعليه نفوض الوقف فليتفضل مشكورا جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله قبيل ما نتحدث عن المحاضرة ومحتوى المحاضرة نريد أولا أن نسأل بعض الأسئلة للحاضرين والحاضرات حتى يتسنى لنا قياس مدى استيعاب الإخوة والأخوات للمحاضرات التي يتم شرحها ويعني نقيس مدى الاستيعاب. أولا نريد أن نعرف معنى المقرئ، وطبعا اللي هيجاوب ليه جائزة، له جائزة، يعني من يجيب سنعطيه يعني جائزة. ما معنى المقرئ؟ بس بدون أن ينظر إلى ورق أو بدون أن ينظر إلى كتاب، من هنا نريد، من هنا، ما معنى المقرئ؟ أنا لم أقل لك كل، انتظر. بالنسبة للأخوات، الإخوة، ننظر فقط، ما معنى المقرئ؟ لا أحد يجيب؟ كل الذي يتعلم ويعلم القراءة. لا، من علم القراءات وأخذ بها إجازة وأذن له أن يقرأ ويقرأ، يقرأ أو يقرأ، يقرأ هو ويقرأ الناس، هذا هو المقرئ، وأخذ إجازة بالقراءات. أما القارئ، من هو القارئ؟ لا يا جماعة، مش هينفع. ثلاثة، أحسنت، منتهي أو مبتدئ ومتوسط ومنتهي. والأستاذ عمر تفضل في المحاضرة السابقة بشرح كل هذا الكلام بلغتكم، يبقى إحنا عندنا بالنسبة للقارئ هو المنتهي أو المبتدئ والمتوسط والمنتهي. طبعا يعني نحن نريد من الجميع أن ينتبهوا لما يملى عليهم، يعني نريد أن نذاكر ما نأخذه، يعني ليست أساطير أو قصص نتحدث فيها في المحاضرات، ولكن نريد أن نقيس مدى استيعاب الإخوة والأخوات لهذه المحاضرات. ندخل إن شاء الله في صلب موضوع محاضرتنا اليوم، وهو الحديث عن معنى التجويد. أولا قبل ذي بدء لابد أن نعرف تحرير المصطلح. ما معنى تحرير المصطلح؟ يعني المصطلح نفسه ما معناه. الأمر الآخر، الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هذه الكلمة أو هذا المصطلح اللي هو مصطلح التجويد، متى ظهر؟ الأمر الثالث، ما معنى المصطلح؟ إذا نظرنا في أول الأمر إلى الفترة الزمنية التي ذكر فيها لفظ التجويد،
عندنا يعتبر أثران أثر عن سيدنا علي رضي الله عنه حينما سئل عن تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال معرفة الوقوف، أو قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذا أول أثر عندنا. الأثر الثاني لسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول في معنى التجويد: جودوا القرآن، جودوا القرآن. هذان الأثران، الأثر الأول يروى أو يرويه ابن جبارة الهزلي من أعيان القرن الخامس الهجري، ويقول ويروى عن علي. يروى هذا عند أهل الحديث صيغة تمريض، يعني صيغة تضعيف. لماذا؟ حينما يقول روي وليس روى فلان عن فلان عن فلان، ولكن روي عن علي رضي الله عنه، ثم الإسناد عنده ينقطع. هذا أول أمر. الأمر الثاني بالنسبة للأثر لابن مسعود جودوا القرآن، فيه تصحيف. الأمر هو معناه جردوا القرآن وليس جودوا القرآن. جردوا القرآن من النقط ومن الشكل ومن علامات الإعراب أو علامات الإعجام. جردوا القرآن. إذن الأمر الذي كان يستخدم في زمانه صلى الله عليه وسلم في مسألة التجويد كان التحبير والتزيين. لحبرته لك تحبيرا، لزينته لك يعني إيه تزيينا، لأنه لا يتصور أن يكون هذا اللفظ موجود في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في زمان الصحابة ثم بعد ذلك هذا الأثر ينقطع ولا يستخدم في مؤلفاتهم ولا يستخدم في المؤلفات الأول في تأليف التجويد، أو في المئة الأولى أو في المئة الثانية، حتى لم يستخدم لفظ التجويد في المئة الأولى ولا في المئة الثانية. طب والأثر لعلي؟ كنا تحرير اللفظ أول حاجة، أنه يروى عن علي. الأمر الآخر أن من رواه هو ابن جبار الهزلي في كتابه الكامل. الأمر الثالث أن الأثر الذي عن ابن مسعود فيه تصحيف. طيب متى ظهر هذا المصطلح؟ ظهر هذا المصطلح على يد ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة المتوفى في عام 324 من الهجرة، في عام 324 من الهجرة، حينما قال واللحن لحنان، لحن الإعراب ولحن يطرأ أو يغير في تجويد لفظه. أول استخدام حقيقي نراه بأعيننا في الكتب هو في مصطلح ابن مجاهد هذا في تجويد لفظه. ثم من زمان ابن مجاهد بدأ استخدام لفظ تجويد إلى زماننا هذا. طيب كان في تآلفات في علم التجويد أو علم القراءات أو علم رسم المصحف أو علم الوقف والابتداء، نعم كان فيه البعض بس ليس في التجويد. أول منظومة في التجويد ألفها أبو مزاحم الخاقاني متوفى في عام 325، أي بعد عام من زمان ابن مجاهد أو بعد عام من وفاة ابن مجاهد. يبقى أول منظومة في علم التجويد كانت لأبي مزاحم موسى الخاقاني المتوفى في عام 325. هذا أولاً في تحرير لفظ التجويد، يعني متى ظهر هذا اللفظ. يبقى الفترة الزمنية، يبقى يعني الترجيح
أنه كان لابن مجاهد هو أول من سبع السبعة وأول من أطلق لفظ التجويد، ثم استخدم هذا اللفظ إلى يومنا هذا. طيب، بالنسبة للتجويد، التجويد في اللغة يقولون هو التحسين، تقول هذا شيء جيد أي هذا شيء حسن، وفي الاصطلاح إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، والحق هو الصفة والمخرج، الصفة الرئيسية والمخرج للحرف، ومستحق الحرف الصفات العارضة. يعني ما معنى الصفات العارضة؟ الصفات العارضة إنسان مثلا يتضايق، إنسان يغضب، دي صفة عارضة وليست صفة رئيسية. إنسان يبكي، هذه ليست صفة رئيسية، صفة عارضة. إنسان يضحك، صفة عارضة وليست رئيسية. لكن البياض، بياض البشرة أو سمار البشرة، ده يعتبر صفة ثابتة. واضح؟ كان لأبي عمرو الداني، متوفى في عام 444 من الهجرة، له في كلمة تجويد كلام طيب، ألا وهو حينما عرف التجويد وحرر اللفظة قال: والتجويد أو يعرف التجويد بمعرفة الحركات أو بمعرفة الحركة ومعرفة الساكن ومعرفة المختلس أو المختلس ومعرفة المرام والمشم ومعرفة المهموز ومعرفة المبين والمحقق ومعرفة المدغم والمخفي والمفتوح والممال. نمسك شيئا شيئا ونتحدث فيه. أول حاجة في التجويد مسألة المتحرك اللي هو المنطول، عندكم منطول، حينما نقرأ نقول الحق من ربك، وهذا خطأ شائع يعني نراه في الإقراء، الحق، هذا معرفة الساكن، هذا الحق مش الحق، نحن جعلنا الساكن متحركا، وهذا خطأ في القراءة ويعد يعني من اللحون الجلية، يعني ما لحن الجلي، لحن الجلي هو لحن الإعراب، اللحن الجلي لحن الإعراب، أنت تجعل الساكن متحرك، وأحيانا تجعل المتحرك ساكن، يعني أحيانا في طالب يقرأ الساكن يحرك والمتحرك يسكنه، هذا يعتبر من اللحون الجلية يعني اللحون الظاهرة. فشوف الإمام أبو عمرو الداني يقول إيه؟ معرفة المحرك ومعرفة المسكن، أين الحركة وأين السكون، ثم معرفة المختلس أو المختلس يعني الحرف الذي يختلس. الاختلاس عند علماء القراءات هو الإتيان بمعظم الحركة أو بثلثي الحركة، 2/3 من الحركة، ده معنى المختلس، مع الإسراع وخفض الصوت. طبعا عندنا في رواية حفص لا يوجد لفظ فيه الاختلاس أو الإخفاء إلا تأمننا على يوسف في سورة سيدنا يوسف عليه السلام، هذا هو الوحيد الذي يعد من باب الاختلاس أو من باب الإخفاء. وعلى فكرة، على فكرة الاختلاس والإخفاء سيان، يعني مثل بعضهما البعض، هذا المصطلح اختلاس أو إخفاء لا يفرق إلا المصطلح نفسه. أما الروم فيه خلاف، وإن كنا نجد في المصحف عندنا في تأمنا يكتب على هامش المصحف وجوب الروم والإشمام، الإمام الشاطبي استخدم في منظومته الشاطبية لفظ إخفاء في تأمنا، قال والكل يخفى مفصلا، والكل يخفى مفصلا، ولم يقل والكل يروم مفصلا. وكل ما الفرق بين الاثنين؟ الإمام ابن الجزري، طبعا الإمام الشاطبي متوفى في عام 590 يعني من المتقدمين قدامى، ابن الجزري متوفى في سنة 833، في عام 833 ابن الجزري استخدم في لفظ تأمنا الروم، فقال
مكنني للمكي تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحض ثرم. هذا في الطيبة. مكنني للمكي تأمنا أشم ورم، أشم ورم وبالمحض سرم، ورم للكل وبالمحض سرم. سرم ده اللي هو أبو جعفر يقول تأمنا على يوسف بدون أي إشارة ولا رو أو إخفاء أو إشمام. طيب، يبقى احنا عندنا بالنسبة لللفظة هل هي روم ولا اختلاس ولا إخفاء، كما قلنا أن الإمام الشاطبي استخدم لفظ الإخفاء وهذا نميل إليه صراحة. الإمام ابن الجزري استخدم لفظ روم لا أميل إليه. هل هناك فرق بين الروم والاختلاس؟ فروق وليس فرق. الروم ثلث حركة، الروم ثلث حركة، الإخفاء أو الاختلاس ثلثي حركة، الروم أواخر الكلمة، الإخفاء وسط الكلمة، الروم في المضموم المرفوع المجرور المكسور سواء علامة إعراب أو علامة بناء، الإخفاء في جميع الحركات. كما رأينا أن هناك فرق في المصطلح، مصطلح الإخفاء ومصطلح الروم. يعني الروم حينما نقرأ نقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثلث حركة، الرحيم مش الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا. هل هذا يجوز أن نقرأ به في الصلوات أو في لا بأس؟ وقرأنا به على شيوخنا من أول سورة القمر إلى سورة الناس في التسميع، أثناء ما كنا نسمع عليهم سمعنا من أول سورة القمر إلى آخر القرآن بهذه الكيفية بالروم. طيب، ننظر إلى الإخفاء. الإخفاء مش كده، الإخفاء نأتي بمعظم الحركة، مثلا اللي هو الاختلاس، كلمة تأمنا على يوسف نقرأ هكذا، ما لك لا تأمننا على يوسف، مش تأمننا، تأمننا دي قراءة الأعمش وهي قراءة شاذة، يعني من قرأ تأمننا خطأ، ولا اللي هيقرأ تأمننا خطأ لأنه لا يشير، لإما إشمام لإما إخفاء أو اختلاس، بين قوسين أو إخفاء وبين قوسين روم أو إخفاء على رأي ابن الجزر. تأمننا على يوسف، فك الإدغام مع الإسراء وخفض الصوت. أما الإشمام فيه أداءان، رأي المتقدمين ورأي المتأخرين، إما تأمننا ده رأي المتأخرين أو تأمننا ده رأي المتقدمين، المتقدمين القدامى، أما المتأخرين الجعبري تأمنا على مع الغنة، أما رأي المتقدمين أبو عمرو الداني والشطبي ومكي بن أبي طالب القيسي تأمنا على يوسف بعيد الغنة، كما الوقف على أواخر الكلم نستعين. فرأي المتقدمين في تأمنا كما أشرنا. يبقى هذا التحرير ما الذي وصلنا إليه؟ كلمة مختلس عند أبي عمرو الداني حينما قال أن التجويد بمعرفة المحرك والساكن والمختلس. مشكلتنا أننا نقرأ أحيانا في قراءتنا وفي تلاوتنا تعيدنا وليس تعيدنا، يعظكم وليس يعظكم، ها؟ يومئذ يومئذ، انظر للسماع، يومئذ يومئذ، تعيدنا تعيدنا، يعيدكم يعيدكم، في اختلاف في الصوت أم ليس هناك اختلاف؟ في اختلاف. طيب، بالنسبة لما تلقيناه أن تعيدنا يعيدكم
يومئذ وهكذا، هذا اختلاس، هذا اختلاس ليس بإتمام الحركة، يعني أن الحركة ليست تامة. بعض أهل الخليج أو البعض يقرأ بهذه الكيفية، تعيدنا يعيدكم يومئذ، والمعظم من الأعاجم أمثال حضراتكم يقرؤون أو يسمعون دائما لأهل الخليج، أهل الخليج الكويت والبلاد الحرمين والكلام ده، فالمعظم تأثر بهم، تعيدنا تعيدنا. انظري تعيدنا الكسرة ليست تامة. طبعا هناك بعض الشيوخ من يدافع عن هذا، يعني في شيوخ يقول لا الأصل تعيدنا، يعني أحد المشايخ يأتي في القنوات الفضائية وفي اليوتيوب يقول يقول لا، ومشهور لا نذكر أسماء، يقول لا تعيدنا هي الصح التي تقرؤون بها أنتم. لكن نحن نقول إذا نظرنا بالسماع تعيدنا، هذه اختلاس للحركة، الكسرة ليست تامة. انظري لو كان هناك عندنا دتار ميزان، تعيدنا تعيدنا، هذا ميزان. انظري تعيدنا لو عندنا مقياس للصوت، مقياس للصوت في المعامل الفونولوجي أو علم الصوتيات يأتي بتردد، تعيدنا تعيدنا، هتلاقي سقطة. انظر للأخرى، تعيدنا تعيدنا، الفتحة فتحة والكسرة كسرة والضمة ضمة، والحركة تامة، يعني لا توجد نزول، تعيدنا. أليس هذا ميزان دتار؟ صح؟ يبقى كثير منا يقرأ بعض الكلمات بهذه الكيفية ألا وهي الاختلاس. ولذلك قال أبو عمرو الداني ينتبه للحركة وينتبه للساكن وينتبه للمختلس. عندنا كذلك أبو عمرو الداني تحدث عن المهموز، الكلمة المهموزة يؤمنون، اسم مهموز بيان الهمزة، ولا هي يؤمنون ولا هي يؤمنون. إذا كنت تقرأ برواية حفص أو بقراءة عاصم، سواء بالرواية أو بالقراءة، لأن عاصما لا يقرأ بالإبدال، عاصم يقرأ يؤمنون. أما ورش والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وصلا ووقفا يقرؤون يؤمنون، وحمزة وقفا. فانتبه، يبقى معرفة المهموز وكذلك معرفة المشدد، يعني الوقف على المشدد أحيانا يغير المعنى. والساعة أدهى وإيه؟ وأمر ولا وأمر؟ وأمر. هناك فرق بين وأمر وأمر، الفرق أول حاجة في المعنى والفرق في الصوت، الشد وأمر، الأمر من الشدة، وأمر من الأمر الطلب، كأنك تأمر أحدا افعل ذلك، شوف الفرق. والساعة أدهى وأمر وليس وأمر. يبقى معرفة المشدد وكيفية الوقف على المشدد، كما أوضحنا أن المشدد أحيانا إذ لم يوقف عليه كما ينبغي يغير المعنى، كما في قوله تعالى والساعة أدهى وأمر وليس وأمر. كذلك بالنسبة لتعريف الداني حينما قال المهموز والمشدد والمحقق، يعني السماء هذه الهمزة محققة، لأن بعض القراء يزيلون هذه الهمزة، كما عند هشام عن ابن عامر وعند حمزة عند الوقف فيقرؤون والسماء، يقرأ هكذا أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها، ده حمزة، خدت بالك؟ فيقف على السماء إزاي؟ السماء، يزيل الهمزة. يبقى لابد من تحقيق الهمزة في الرواية التي تقرئين بها، السماء وليس السماء أو السماء، ولا هذا ولا ذاك. فإذا همست فجيء به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، يعني إذا الإنسان همز يقرأ بالهمز متوسط، لأن الهمز به شدة أجد قط بكت، صح؟ وبه كذلك جهر،
وبه استفهام وبه انفتاح، صح، وبه إسماط، كل هذه صفات في الهمزة. فالحذر من قلقلة الهمزة عند الوقف أو إزالة الهمزة عند الوقف. ومن الأمثلة الصعبة عند الوقف الخضب في سورة النمل، دفء في سورة ولكم فيها دفء ومنافع في سورة النحل، ملء الأرض ذهبا عند الوقف. لماذا الصعوبة؟ لأن هناك ساكنان، الخب مش الخب، الخب كده أنت بتقرأ الحمزة أو بتقرأ لحمزة وهشام، الخب سن همزة، سن صغير، مل مل مش ملأه ولا مل مل ولا ملأه ولا كده ولا كده. ها خدت بالكم؟ عندنا برضك مثلا كلمة زي دفء، أما نجي نقف عليها دفء، لا ولا دفء ولا كده ولا كده، دفء. لذلك الإمام الخاقاني يقول إيه؟ فإذا همست، لو آتي بالهمس فجيء به متلطفا، فجيء به إيه؟ متلطفا، يعني بلطف، من غير ما بهر يعني زيادة، وغير تواني، من غير زيادة ولا غير نقصان. يبقى احنا عرفنا معنى الاختلاس ومعنى السكون ومعنى الحركة ومعنى المهموز ومعنى المتحرك، وكذلك المشم. المشم كما أشرنا تأمنا أو تأمنا على يوسف، وكذلك المظهر من آمن، وليس من آمن، من آمن، القلقلة في الساكن لا تصح، وكذلك المدغم من يعمل. المشكلة في الإدغام عند البعض يقرأ الإدغام بدون غنة، يعني يقول من يعمل بدون رونجا هيدونج، رونجا هيدونج الخيشوم، بدون الرونجا هيدونج، لا من يعمل. عندي مخرجان في أداء النون الساكنة مع حروف ينمو، حروف الإدغام، مخرج الملوت، صح كده، ملوت ملوت يا شيخ اسكندر، ملوت، وإيه الرنجا هيدونج. يبقى لابد أن يكون هناك عملان، غنة ومخرج، مخرج الياء وغنة النون، من يعمل، الآخر من، هذا خطأ، أو من، هذا خطأ، ولا من يعمل ولا من يعمل، بلطف من يعمل، من يعمل. القراءة بدون تكلف، بر إيه؟ برلن بإيه؟ برل بهان، القراءة بدون برل بهان، هذه هي القراءة، برل بهان، القراءة بدون تكلف، القراءة تكون سهلة. طيب، يبقى معرفة المدغم والمظهر والمخفي. المخفي كما في حروف الإخفاء عند صف ذا ثنا كم جاد شخص، أو الإخفاء طبعا غير الإخفاء اللي هو المصطلح الذي حررناه الذي يساوي الاختلاس. طيب، الإخفاء له مراتب. ما معنى مراتب؟ تركتان. أنا كنت كاتب هنا ومن مسح الكلمات؟ أحد مسح الكلمات باللغة الإندونيسية، الموظف ترمك مراتب، تنجتان المراتب، تنجتان. فمراتب الإخفاء عليا ودنيا وسطى. المشكلة أن البعض حينما يقرأ في الإخفاء لا يقرأ مع مراعاة المراتب، يعني لا تقرأ أو لا يقرأ المحفظ أو لا تقرأ المحفظة مراعاة الدرجات. ترمكة تانية، يعني مثلا من شر، شخص يقرأ من شر، من، وشخص آخر من شر، يضع ياء مي لا ولا مي شر ولا من شر، متوسطة من شر ما خلق، من شر مثلا عند القاف من قبل، مش من قبل، لا من قبل ومن بعد. شوف انظر الكاف، الكاف القاف أصلا، الكاف إن كنتم،
إن مع الكاف كنتم مش كنتم ولا كنتم ولا هكذا ولا هكذا. القاء المراتب عندي عليا عند التاء والدال والطاء، عند الدال والطاء والدال ماشي. هذا هو ايه اعلى درجات الاخفاء، عند التاء والدال والطاء عليا. يعني الغنة اقرب الى الادغام، الغنة اقرب الى ماذا؟ الى الادغام. عندنا قاعدة تقول اذا اقترب الحرف من مخرج النون، النون من رأس طرف اللسان، كانت الغنة اقرب الى الادغام، وكلما بعد الحرف عن مخرج النون كانت الغنة اقرب الى الاظهار. عليا عند التاء والدال والطاء، دنيا اقل شيء عند دنيا قليلة قاف وكاف، لان القاف والكاف يخرجان من اقصى اللسان، ابعد اللسان يعني اقصى، حينما نقول اقصى معناه بعيد، حتى سمي المسجد الأقصى بالمسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام، اسمه المسجد الأقصى لماذا؟ لأنه بعيد عن المسجد الحرام. فأقصى اللسان يعني أبعد اللسان من الأمام عند القاف والكاف، والقاف أعلى اللسان والكاف أسفل الحنك الأعلى، أو أعلى الحنك الأعلى والكاف أسفل الحنك الأعلى. ده بالنسبة للقاف والكاف في المرتبة، والتاء والدال والطاء عليا. ثم تأتي الأحرف العشرة بعد ذلك متوسطة، هذا المتبقية غير هذه الأحرف الخمسة، تبقى عندنا من الحروف من حروف الإخفاء عشرة، العشرة هذه متوسطة، ولا هي عليا ولا هي دنيا. ده بالنسبة للحديث عن المخفى والمضغم والمظهر. ثم يتبقى معنا المفتوح والممال. الفتحة ليست فتحة البناء، لا، الفتح هنا يقصد به فتح المخرج، والضحى والضحى هذا فتح. الإمالة تقرب الألف إلى الياء، ليست ياء خالصة، وتجعل الفتحة كسرة قريبة للكسرة، هذا معنى الإمالة. فنقول مثلا في والضحى نطبق عليها الفتح والضحى، الإمالة والضحي، مش والضحي هي، لا والضحي هي. ثم يأتي التقليل، التقليل لورش متوسط ما بين الفتح وما بين الإمالة، والضحي زي مثلا ما حد احنا عندنا في اللغة العامية يقول لك يا زينب، زينب احنا بنقول زينب صح، الاسم زي هو مثلا احنا عندنا في اللغة العامية نقول ايه يا زينب او يا ليل، ليل تعرفون الليل، احنا عندنا مثلا نقول ايه الليل، ليل في مصر، ليل هذا تقليل، زينب هذا تقليل. لكن اما نشوف يبقى دلوقتي احنا ضبطنا حتى الفتح والتقليل والإمالة. وحفص عن عاصم لم يمل شيئا في القرآن الا في سورة سيدنا هود عليه السلام، بسم الله مجريها ومرساها، لم يمل حفص حرفا في القرآن غير هذا الحرف اللي هو ايه بسم الله مجريها ومرساها. أما شعبة أمالك يعني بعض الأحرف كالحروف المقطعة، راء من الحروف المقطعة، ح ميم من الحروف المقطعة، يعني ح ميم ألف لام ر، شعبة عن عاصم. أمال مثلا كاف ه ي عين صاد، أمال أرامي ولكن الله رامي، كل هذا طه ياسين، ده شعب عن ايه؟ عن حفص، عن عاصم. هذا بالنسبة للكلام على الفتح والكلام على الإمالة. هذا باختصار الحديث عن التجويد عند أبي عمرو الداني. ثم يأتي بعد ذلك بقى تعريف التجويد عن محرر الفن أو محقق الفن الإمام شمس الدين والملة، الإمام ابن الجزري أبو يوسف محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزري نسبة لجزيرة بن عمر ببلاد المشرق، ولد رضي الله عنه في عام 751 من الهجرة في بين السورين في سوريا دمشق العاصمة. يعني ابن الجزري
أصله سوري، وتوفى رحمه الله تعالى في دار القرآن التي أسسها في شيراز. شيراز هذه في إيران حاليا، إيران يعني، هو قبره هناك في إيران. وكان بحر رضي الله عنه في مسألة القراءات وحتى التحديث في علوم الحديث رضوان الله عليه. ابن الجزري له تعريف في مسألة التجويد يعني جيد، يقول رضي الله عنه: وليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتشديد الشد ولا بتنطيط الشد ولا بتنطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحسرمة الراءات. كلام صعب، ها؟ طب نقوله مع الترجمة: ليس التجويد بتنضيغ اللسان. تنضيغ اللسان لدى كوميت كميت، لدى كوميت كميت، هذا اسم تنضيغ اللسان. طبعا تعرفوه، الحمد لله رب العالمين كده، هذا اسم تنضيغ، يعني اللسان يكون في الحنك الملود مثل الايه، السمكة في البحر عمال يبقى. وليس التجويد بتنضيغ اللسان، تنضيغ ليدا كومات كميت، واضحة؟ واضحة. جميل. ولا بتقعير الفم، بتقعير الفم اللي هو التكلف، بر ايه؟ بر لبهان، تقعير الفم بر لبهان، اسمه تقعير الفم. ولا بتقعير الفم يعني ايه؟ بر لبهان. يبقى أنا عندي لدى كومات كميت وبر لبهان، هذه أخطاء شائعة. الثالث بتعويج الفك، بتعويج الفك يعني مثلا يقرأ هكذا ولو ضال، يفضل يعمل هكذا. في بعض الناس بتقرأ بهذه الكيفية، يعني في ناس بيقرأوا بهذه الكيفيات. هو الإمام ابن الجزري بيحذر، بيقول إيه؟ بيقول أن التجويد ليس بمسألة تقعير تمضيغ اللسان أو تقعير الفم أو بتعويج الفك. الفك يعني يذهب إلى اليمين ويذهب إلى اليسار ثم للأعلى ثم للأسفل ثم يقرأ بوجهه بوجنتيه، يعني في ناس بتقرأ بوجوهها يعني يضحك هكذا، فده لا، ما ينفعش، لا يجوز. يعني القراءة كما أشرنا، القراءة الدتار، الدتار هذا بدون تكلف، بدون بر لبهان ما أنا كنت كاتبها، نكتب هذا الكلام. ساعدنا يا شيخ اسكندر، طب هنعمل ايه؟ هذا الكلام بس تفعل ايه بقى؟ تفعل هذا هكذا هكذا ثم تمسح، اشتغل. إذا كان صعبا خلاص يعني اتركه خلاص، سوف أكتب في الأجزاء الأخرى، جزاك الله خير. يبقى التجويد هو قال بتمضيغ
بتمضيغ اللسان اللي هو ايه لذا كمات كميت، او بتقعير الفم اللي هو بيرلا بيهان، ولا بتعويج الفك. هذه لا اعرف معناها في اللغه عندكم. المهم بيفضل يحرك ايه، او يتحرك الفك الى اليمين والى اليسار والى اعلى والى اسفل هكذا، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشد، ولا بتقطيع المد، ولا بتطنين الغنات، ولا بحصرمة الراءات. طيب نتحدث عن انتهينا من تعويج الفك، ثم يتبقى ترعيد الصوت. ما معنى ترعيد الصوت؟ ترعيد الصوت أي كأنه يقرأ وعنده برد، حمى، عنده حمى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يعني يرتعد. فده طبعا اسمه ترعيد الصوت، كأنه يعني عنده حمى ويرتعد. ماشي، ما معنى ترعيد الصوت عندكم؟ ايه؟ جمطار. ولا بتمطيط الشد. ما معنى تمطيط الشد؟ يعني يقول مثلا ايه، ويحيى من حي عن بينه، يقرا على المشد ويحيى من حي هكذا. لا، ويحيى من حي، ها مثلا يقول لك ايه، عدو، لا عدو، فتولى عنهم، تقف على فتول. او مثلا ايه، والساعة أدهى وأمر، مش وأمر، ها؟ هذا اسمه تمطيط الشد. اسمه إيه؟ تمطيط الشد. اسمه إيه ده باللغة عندكم؟ شدة بيرل بيهان، يعني شدة وبتتكلم. هو بيقول شدة بيها تكلم، شدة بيرل بيهان. عندنا بعد كده تقطيع المد، وهذا ما يقع فيه أصحاب المقامات. أصحاب المقامات يقعون في هذا تقطيع المد، يقول لك إيه؟ والسماء مثلا الطام، ينتقل من مقام لمقام ومن درجة لدرجة، قرار فجواب فجواب الجواب. كان اسمه قرار، القرار هو القراءة الأولى، اسمه قرار، قرار، ثم جواب، ثم جواب الجواب، الحمد لله رب العالمين، قرار، الحمد لله رب العالمين، ده جواب، الحمد لله رب، هكذا اسمه جواب الجواب، اسمه جواب الجواب. هذه في المقامات. من يقرأ بالمقامات في الغالب يقع في هذا تقطيع المد، يقطع المد. المفروض المد معناه في اللغة الإطالة، وفي الإصطلاح إطالة زمن الصوت، حتى ويمددكم بأموال وبنين أي يزدكم. فالمد أصلا معناه الزيادة وهو الإطالة، يبقى إطالة زمن الصوت بأحد حروف المد الثلاث، بسبب وجود همز قبله أو همز أو سكون بعد حرف المد. يبقى المد إطالة وليست ترعيد أو تقطيع. ثم يأتي بعد ذلك تطنين الغنات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا، هي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لكن حينما يقرأ العالمين الرحيم وهكذا، لا، لا يصح. اسمه أو دم من عيوب القراءة. اسمه ماذا؟ اسمه تطنين الغنات، سواء في النون أو في الميم أو يفعل قلقلة. إن رايح سولو، سيذهب إلى سولو هكذا. إن أين تذهب يا رجل؟ سيذهب إلى سولو. لا، إن ربطين، حركتين.
ولا بحسرمة الراءات. حسرمة الراءات مثال أن الناس يخفون أحياناً الراء، يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم كهكذا يحصر من الراء، لا يأتي بمخرج الراء كما ينبغي، أو يقول لك قدير قدير، لا قدير قدير، خبير، عين القطر عين القطر، ده التفخيم، وفيها التركيب طبعا وقفا ووسطا. مثلا يسر يسر أسر أسر، لكن واحد بقى بتعويج الفم يقول لك أسر وياسر ومصر، صح؟ لا أهي مصر، ده تفخيم أسر، أنا قلت أسر أنا قلت أسر، هل لازم أقول أسر؟ لا أسر، أو ده تعويج الفك، تعويج الفك رقم 3 اسمه إيه؟ تعويج الفك صعب في لغتنا، ما هو ما هو جاب كلمة قال لك شدة برلابي شدة برلابي. طيب يبقى علمنا ذلك معنى تطنين الغنات، شوف الكلمات صعبة ولكن حينما قربناها بالمعاني أصبحت سهلة، هذا هو التجويد. التجويد ليس بتنضيغ اللسان لدى كومات كميت ولا بتقعير الفم اللي هو بيرلن هبيه ولا بيرلن كده، ولا بتعويج الفك وهذه صعبة في لغتكم، ولا بتنطيط ولا بترعيد الصوت كأنه يرتعد من الحمى، ولا بتنطيط الشد مثلا عدو عدو أو حي، ولا بتقطيع المد والسماء، لا طبعا والسماء، ولا بتطنين الغنات الرحيم الرحيم، ولا بحسرمة الراءات قدير وليس قدير. طيب ولذلك قال ابن الجزر كذلك، والقراء إما مأجور محسن مأجور أو مسيء آثم أو معذور، هذا ابن الجزر قال هذا في النشر، قال والقراء على 3، إما محسن مأجور وإما مسيء آثم وإما معذور. يعني حينما نقرأ القرآن نحن في يعني شيء من 3، إما محسن مأجور يعني يقيم الأحرف ويأتي الحرف من مخرجه ويعطي كل حرف حقه ومستحقه ويبتغي الأجر على الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن لكي يعمل به وليس ليقيم الحروف ولا ويضيع الحدود، ده محسن مأجور أي أن الله سيعطيه الأجر والثواب. والآخر مسيء آثم لا يقرأ بالأحكام ولا يقيم القرآن ولا يعمل بالقرآن. ثم الآخر معذور، معذور يحاول أن يتعلم ولكنه لا يستطيع، هذا هو المعذور، يعني إنسان عنده عذر، فالعذر هذا يمنحه أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، أن الله يغفر له. يبقى إحنا عندنا إما الإنسان محسن مأجور أو مسيء آثم أو معذور، فالقارئ يعني شخص من 3، إما أن يكون محسن مأجور هذا يأخذ الأجر والثواب كاملا، وإما مسيء آثم يعمل بالهوى ويقول لا هذا الأحرف نقرأ به ونتمسك بهذه الأحرف، وحتى وإن كانت هذه الأحرف شاذة لا يجوز أن يقرأ بها. ثم معذور هذا يحاول أن يتعلم ولكن فيه صعوبة أو عنده صعوبة أو ما شابه ذلك. تعالى يا شيخ عمر بقى اشرح له. الشيخ عمر ما انت كنت فين؟ هذا لقاء أخير وبعد ذلك امتحان ولم أخذ لم أدخل 3 حصص هذه الأيام، فأستاذ شوية ملخص ما كنت لديه درس
بصوره يعني. فرغم دائما مصطلح التجويد itu dari mana asalnya. Ada yang mengatakan dari Ibnu Mas'ud dengan kalimat beliau jauh itu jauh. Kemudian ada yang mengatakan dari Sayyidina Ali dengan kata-kata beliau ketika ditanya tentang waradil Quran atau tidak, kata Sayyidina Ali tajwid itu apa? Tertidur katanya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tetapi kedua ini pendapatnya dua-duanya sama. Pertama karena riwayat tentang dari Sayyidina Ali itu menggunakan kata yurwa atau rubiya dan kata-kata yurwa atau rubiya itu menunjukkan lemah. Sementara kata-kata dari Ibnu Mas'ud seharusnya bukan jawbidul huruf tapi jarnidul huruf. Jadi kata-kata jawbidul huruf itu pun masih diragukan benar enggak dari Ibnu Mas'ud. Yang jelas ada itu di kitabnya Ibnu Mujahid, di kitabnya As-Sabah, dan juga di kitabnya Abu Al-Khaqani. Tidak, Abu Musa Al-Khaqani. Abu Musa Al-Khaqani. Al-Khaqani. Abu Musa Al-Khaqani. Tidak, Abu Muzahim Musa. Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Dan itu merupakan mandumah pertama dalam ilmu tajwid. Dan itu jadi apa? Tajwid itu adalah i'ta'ul harfi kulla hurufin haqqahu wa mustahaqahu, memberikan hak dan mustahak setiap huruf. Hak itu adalah sifat asliyah, sementara mustahak itu adalah sifat aribah. Berikutnya, tadi saya sudah menjelaskan tentang makna tajwid, tentang ma'rifatul mutaharrik, wasakin, al-muqtas, dan seterusnya. Secara khusus tadi beliau menyampaikan tentang ikhtilas. Ikhtilas itu sama dengan ikhfa. Jadi ikhtilas itu sama dengan ikhfa, yaitu membaca dengan sebagian harakat huruf atau 2/3 harakat huruf. Seperti pada kata nanna, nah itu ada ikhtilas, ada raw. Ini dikeluarkan oleh Syekh tadi, kalau raum itu seperti apa sudah beliau contohkan, ismah seperti apa itu sudah beliau contohkan. Tentang ismah yang selama ini kita lakukan, yaitu apakah ma'al hunna atau bu'aidul hunna, bersamaan dengan hunna, memajukan bibir itu, memberi isyarat dengan bibir, itu bersamaan dengan hunna atau bu'aidul hunna, ada jarak antara memberikan isyarat dan menggunakannya. Bagaimana contohnya? Ma'al hunna ta'manna, ta'manna ya, itu ma'al hunna. Ma'al hunna itu ra'yul muta'akhirin, pendapat ulama-ulama Ja'bari, Burhanuddin Ja'bari. Dan yang Burhanuddin Ja'bari, yang menjadi pelopornya adalah Syekh Burhanuddin Al-Ja'bari. Sementara yang bu'aidul hunna itu hunna dulu, baru kita memberi syarat. Ta'manna. Oke? Okay? Jadi ta'manna. Nah itu namanya bu'aidul hunna, dan itu yang paling sahih. Karena itu adalah pendapat Ufar ibn bu'aidu ba'd. Bu'aidu ba'd. Ada beda antara ba'd dengan bu'aid. Bu'aidul hunna itu dikit gitu. Dikit setelah hunna. يعني بص بعد الغنة تأمن واسكت تأمن لا لا بعيد الغنة معناه ايه سديكت جو مثلا سديكت جو ده بعيد تأمن بعيد اما بعد تأمن اشرب نام هذا خطأ هذا بعد هذا الفرق بين بعيد وبعد bedanya antara setelah dan sedikit atau langsung setelah hunnah ya, langsung setelah hunnah. Adapun istilah-istilah tadi saya agak tidak mengikuti, sudah berapa menit tadi masuk kelas dulu. Kemudian istilah tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ini yang tidak diperbolehkan dalam kita kekurangan
istilah ya dalam bahasa Indonesia terkait dengan bitamwi'il lisan ya, dengan memain-main ke lidah, kemudian lidah, kemudian melebarkan datang dengan huruf-huruf yang gerakan-gerakan yang tidak perlu atau membuat suaranya bergetar-getar kayak husu banget ya. Atau dengan memotong-motong mat, atau dengan memperpanjang guna, atau memperpanjang roh, dan seterusnya. Harakat-harakat yang berlebihan, nah, hal-hal yang berlebihan itu tidak baik menjadi bagian dari tilawah. Jazakallah khair. Khalik an gambi bari. La gambi, khalik gambi. نستأنف إن شاء الله. عندنا أثر ثالث وهو عن نافع في هذه المسألة، مسألة التجويد، وحكاه صاحب كتاب جمال القراء وهو علم الدين السخاوي. أتى رجل إلى نافع وقال له: أتأخذ علي الحدر؟ قال: ما الحدر؟ ما أعرفها. أسمعنا. لا أعلم هذا الحدر، أسمعنا. فقرأ الرجل فقال نافع: حذرنا ألا نسقط الإعراب ولا نمد مكسورا ولا نقصر ممدودا ولا نشدد مخففا ولا نخفف مشددا، قراءتنا قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل جزل لا نمضغ ولا نلوك، أصاغر عن أكابر، ملي عن وفي، نسمع ولا نقول بآرائنا، أو يعني لا يعني نسير نسمع القرآن ولا نقول بآرائنا، نخفف ولا نشدد، نخفف ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها ولا نلتفت لأقاويل الشعراء وأفصح اللغات، ديننا دين العجائز وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع القرآن ولا نقول برأينا. ثم قرأ قوله تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لبعض ظهيرا. الإمام نافع لخص التلقي ولخص القراءة وبين كل شيء في هذه الكلمات. الرجل قرأ، فلعله قرأ الرجل بدون أحكام وما إلى ذلك، فقال له الإمام: حذرنا، يعني ننتبه أن نافعا قد قرأ على 70 من التابعين، والتابعون قرأوا على الصحابة، والصحابة قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعتبر هو من الطبقة الثالثة. الإمام نافع بينه وبين الرسول اثنان، بينه وبين الرسول اثنان، تابعي فصحابي فرسول الله. فحينما يقول يعني حذرنا من ذلك ألا نسقط الإعراب، يبقى الفتحة فتحة، الضمة ضمة، الكسرة كسرة، ولا نشدد مخففا ولا نخفف مشددا، إذا كان الحرف مشدد لابد أن يشدد، مخفف يعني غير مشدد لا يشدد، ولا نقصر ممدودا، إذا كانت الكلمة مكسورة نقصرها بالقاف، إذا كانت ممدودة نمدها، قراءتنا قراءة المشايخ، هو يقول ذلك بمعنى أنه تلقي، فكما تلقى هو يعلم. قال: سهل جزل. ما معنى سهل جزل؟ يعني قراءة بدون تكلف، بدون تكلف، سهل. جزل يعني فصيح. لا نمضغ ولا نلوك،
المضغ أخذناه، المضغ اللي هو إيه؟ لدك ومت كمد، لا ننضغ ولا نلوك، نلوك يعني نحرك الفك كثيرا، ماشي؟ لا ننضغ ولا نلوك. ثم قال من ضمن الكلمات نسهل ولا نشدد، يعني القراءة دتار سهلة وليست فيها صعوبة. ثم قال ديننا دين العجائز، حينما تأخذ عن الشيوخ هذا دين، يعني أو يعني الشيخ دائما الأفضل يكون كبيرا في السن الأفضل يعني، فحتى هو يقول أننا قرأنا على مشايخ كبار، فيقول ديننا دين العجائز، أخذنا عن مشايخ العظام. ثم قال وفي عن ملي، ملي عن وفي. ما معنى ملي؟ ملي يعني أمين، عن وفي أي عن مخلص، فكأنه يقول أن نافعا أمين في هذا النقل، ومن أخذ عنهم كانوا مخلصين، هذا هو المعنى، يبقى ملي عن وفي. ثم قال وقراءتنا أصاغر عن أكابر، نحن صغار أخذنا عن شيوخ كبار، وقراءتنا قراءة الشيوخ، نسمع القرآن ولا نقول برأينا، كل ما أتحدث فيه معكم أخذناه عن شيوخنا، يعني ما أتحدث فيه أنا أخذته عن شيخي فأنقله، لا أسمع لليوتيوب أو أسمع للإنترنت ثم أنقل النقلات، أقول الشيخ علان والدكتور فلان يقول كذا وكذا، أنت قرأت عليه؟ أنا سمعته، هذا يلزمك أنت لا يلزمني أنا. شيخ آخر أو شخص يأتي لي يا شيخ في هنا مشكلة عندك، إيه المشكلة؟ في الحرف هذا، أو أقول له وأنا قرأت عليك عشان تيجي تعدي على عليا، أنا قرأت عليك أنت شيخي؟ فيسكت، لعلك أنت الذي تقرأ خطأ، هذا ليس إلا أنا يعني مثلا خلاص زيرو ديفكت يعني بدون عيوب، لا، إحنا نتحدث عن تلقي. ابن مسعود قال اقرأوا القرآن كما علمتم، يعني كما علمت أعلم، لا أقول برأيي ولا أقول من الإنترنت أو أقول من مثلا قرأت في كتاب كذا وكذا، لا، أهم شيء هو التلقي قبل علم الدراية، يعني علم الدراية هو القراءة من الكتب، ده اسمه علم دراية، أما علم الرواية هو التلقي عن أفواه الشيوخ، فأخذنا عن المشايخ. يبقى ما لا يأتي أحد ويقول يا شيخ في شيخ آخر وهو مشهور ودكتور وأستاذ ومعلم وكذا وكذا يقول خلاف كلامك، أقول هذا لا يلزمني، يلزمك أنت فاذهب. هو أنا قرأت على الأستاذ ده؟ أنا قرأت على الدكتور هذا؟ لم أقرأ على هذا الدكتور ولا هذا الأستاذ ولا هذا الشيخ. إذن حينما تتمكن، مش يعني تتمكن، يكون عندك تلقي، تلقي يعني أخذت من شيء، لا تخف من أحد، وحينما يأتيك أحدهم ويقول لك كذا وكذا أقول له انصرف انصرف، أنا لم أقرأ عليك حتى تتحدث معي، هذه واحدة. أما الثانية تعال هلم، أنت تقول كذا، هذا الرد عليها كذا وكذا وكذا وكذا، فلا بد أن يكون للطالب نفسه يعني يجمع بين فنين، فن الرواية القراءة وفن الدراية، قصدي الدراية، هذه دراية، هذا الكتب دراية، وفن الرواية، الرواية اقرأي اقرأ، هذا فن رواية. يبقى الأفضل للطالب أن يجمع بين الحسنيين، الرواية التلقي، وهذا الرأي، هذا الأساس، هذا العمود الفقري للقرآن الكريم، ثم ثانيا الدراية، يطلع على الكتب، ثم إذا وجد شيئا يأتي للشيخ أو للمعلمة أو للمعلم ويتحدثان في المسألة بأدب ولطف، هكذا تعلمنا يا شيخ هذا خطأ، حينما كان يعني كده هذا ليس من الأدب، هذا ليس من، أو شخص يسأل سؤال، أو يعني شخص تسأل سؤال اختبار يظهر في وجهها ويظهر في وجهه أن هذا اختبار للمدرس أو المدرسة، يعني هذه تكون يعني بتبقى فطانة، يعني تنظري هكذا أو تنظر هكذا، أنت ماذا تريد؟ أنت تسأل للفهم أم تسأل للعجب أم تسأل للظهور أم تسأل للاستفهام أو للاختبار؟ مهم. فأحيانا بيبقى الواحد عنده حصافة، يعني يبقى مركز
وعنده فطنة وهو يتحدث مع الناس وينظر في الوجوه، لأن أحيانا الوجه يوضح ما في القلب. ولذلك قالوا يريك الرضا والغل حشو جفونه، قد تنطق العينان والفم ساكته. مرة أخرى، يريك الرضا والغل حشو جفونه. يعني شخص يقول لك يا أستاذ عمر احنا نحبك ويقبل يده وكذا وكذا، والغل حشو جفونه، يعني ظاهر في عينه البغض والكره أنه يكره الأستاذ. قد تنطق العينان والفم ساكته، يعني العين تنطق قبل أن ينطق اللسان، أليس كذلك؟ بلى. فهذا ملخص للإمام نافع رضي الله عنه في مسألة التجويد. تترجم شوية دولة.
Dari segi bacaan kita talakin, dari segi ilmu hendaknya kita biroyah, banyak-banyak membaca dari banyak kita, sehingga ilmu kita yang sudah kita mendapatkan dengan riwayat tadi dikuatkan lagi dengan biroyah. قلت العدة من عيوب القراءة برضو الأخن من دين الأخن أقولها أنا؟ طيب حيث أنا أقولها أنا. بالنسبة لآخر عيب نذكره في عيوب القراءة هو القراءة من الخيشوم رونجا هيدونج، وهذا يسمى الأخن الأخن بن دين بن دين بندن بندن يعني يكون ايه اخنف بندن بندن اه بندن كده بندن اه بندن بندن انا انا ما يترجم بالاندونيسي هذا لغه جويه والله بندن اسمه الاخن بالخاء هذا آخر خطأ يعني الأخن بندين بندين صح كده؟ إيه؟ يقرأ مثلا أو تقرأ الحمد لله رب العالمين هكذا يعني تقرأ الأحرف من هنا أو يقرأ الأحرف من هنا هذا اسمه الأخن طيب كيفية التخلص من هذا؟ يضع أو تضع يدها على أنفها هكذا ثم تبدأ للقراءة إحنا عندنا أحرف تخرج من هنا الغنة فقط فقط من هنا باقي الأحرف من هنا يعني الحب الحب لا الحمد الحب والميم الميم فيها صفة الغنة والنون يعني ميم نون غنة فقط يبقى ال وليس أن أن خطأ بسم الله بسم الله ناهي بسم الله أو بسم الله بسم أخ أخ تعرفه ها هذا يعني ينتبه الطالب أو القارئ أو القارئة في مثل هذه الأخطاء هذا بشكل موجز بالنسبة يعني إيه تجويد أو ما معنى التجويد والعيوب التي ذكرها الإمام ابن الجزري وكذلك التي حذر منها الإمام نافع توقع عندنا شيء وهو مسميات الوقف ده اسمها ايه دي بالاندونيسي نما وقف يبقى نما وقف هذه مسميات الوقف مسميات الايه الوقف نكمل ام تعبتم ها ناخذ الاراء تعبتم ام نكمل ها ايه الله يبارك فيه ها الاخوات نكمل ام نتوقف عند هذا lanjut apa? Udah kan sini aja. Tamal takul. Lanjut apa di sini? Sudah. Pas. إن شاء الله نبدأ المحاضرة القادمة بإذن الله عن مسميات الوقف وإن شاء الله سيتبقى وقت إن شاء الله للحديث عن أصول رواية حفص وكذلك عن فرش الأحرف القرآنية لحفص كذلك ما يمتنع عند قصر المنفصل أو ما يتعين عند قصر المنفصل هذا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن كان هناك أسئلة تفضل ما ممكن أن تشرح لنا عين النور عين النور ممكن تشرح لنا هو النبر بشكل عام هو ضغط على مقطع من مقاطع الكلمة ضغط
عن على مقطع من مقاطع الكلمة اسمه منكان. منكان اسمه منكان منهن منهن. هذا المقطع أنت تعطيه يعني وقت زائد أو حركة مش حركة زائدة وقت أكثر من الحرف الذي يسبقه والحرف الذي يأتي بعده. يعني مثلا أما تيجي تقول عليهم عليهم هذا نبر هي المفروض عليهم أنت قلت عليهم فتعطي المقطع من الكلمة صوت زائد إعطاء صوتا زائدا لمقطع من مقاطع الكلمة. والنبر يكون في بعض الأماكن يعني يكون النبر في أماكن منها المشدد ولا الضالين هذا نبر. ثم عندنا في مثلا في الألف المثنى قالتا لا نسقي قالتا مش قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي قال مثلا حينما نقف عليها فكما ننظر أن النبر يكون في بعض المواطن وليس في كل موطن من مواطن الكلمة يكون فيها هذا النبر. يبقى المشدد هو أكثر شيء يظهر فيه النبر المشدد اللي هو صوت صواف صواف ماشي قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي لا قالتا تاء لبيان الألف المثنى قالتا أتينا طائعين مش قالتا أتينا لا قالتا أتينا قالتا أتينا. هذا مثلا بما يعرف في مسألة النبر. طبعا هذا الأمر لم يكن عند القدامى. القدامى كان عندهم سماع يعني هو يسمع حتى يقول نسمع ولا نقول بآرائنا فهو سماع في الأول وفي الآخر. لكن أصبح البعض قد ذكره في بعض الكتب حديثا اللي هو مسألة النبر وهناك من يسميه لحن الأداء لحن الأداء وبعض المصطلحات الحديثة تأثروا بها أحيانا من كتب اللغويات أو الصوتيات. يعني حاليا في إقحام لعلم الصوتيات في مسألة التجويد اللي هي الحروف المصوتة أو المصوتة وما إلى ذلك فأدخلوا علم الصوتيات في علم التجويد فأصبح الأمر شبه تشريح للحرف للكلمة أو للحرف تشريح ليها. يعني تمسك الحرف تقول حرف مصوت حرف غير مصوت وكلمات اصطلاحات يعني ذكرها المتأخرون في علم الصوتيات. وحاليا هناك كثير يتأثر بما يسطر في هذه الكتب. يبقى النبر هو إعطاء لمقطع من الكلمة صوتا زائدا عن المقطع الذي قبله والمقطع الذي بعده. والذي يضبط كل هذا بغض النظر عن الكتب هو السماع والمشافة. ماشي؟ في حاجة تانية؟ اسأل. هو الأخوات ما بيسألوش خالص؟ مفيش؟ لا يوجد سؤال؟ ولا الإخوة غير الأخ ده اللي بيسأل فقط. مثل أسرى هنا عندنا بعض الكلمات القرآنية عند الوقف في الراء يجوز فيها الوجهان عند الوقف وليس الوصل. يجوز فيها عند الوقف وجهان الترقيق والتفخيم. هذه الكلمات كالآتي مصر مش مصرا مصر أربع مرات في القرآن كلمة مصر أربع مرات مصر حفظها الله و أسر أن أسر بعبادي ليلا أينما وقعت في القرآن أينما وقعت. وأول أسر في القرآن في سورة سيدنا هود أول أسر في سورة سيدنا هود في قصة سيدنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى مصر أسر عين القطر سورة سبأ يسر في سورة الفجر ونذر
حوالي 7 مواضع في سورة القمر، وإن كان نذر فيها تفصيل كثير كثير كثير، ولكن نحن لسنا بصددها. يعني نذر فيها كلام كثير في سورة القمر، كلمة ونذر التي مع الواو ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. أما كلمة فرق في سورة الظلة سورة الشعراء، هذا الخلف الذي ورد فيها يتصل بطرق حفص وليس بعلم التجويد، لذلك لم أذكرها. وفرق وصلا ووقفا، أما هذه الكلمات الخمسة وقفا فقط. أما كلمة فرق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين في قصة سيدنا موسى، هذه تتصل بطرق حفص وسوف نشرح إن شاء الله. كلمة فرق في سورة الظلة لا تتصل بهذه الكلمات، هذه الكلمات علم تجويد دراية، أما فرق علم رواية، يعني لأن هناك طرق تفخم وهناك طرق ترقق، وأكثر الطرق عند حفص التفخيم، والمقدم أداء الترقيق، وهذا من عجب العجاب في كلمة فرق. يعني حوالي 80% من طرق حفص، ال 52 على رأي ابن الجزري أو 58 على الإزميري ومن تبع الإزميري 58، نسبة 80% تفخيم. وعلى الرغم من ذلك المقدم أداء باتشا المتمة الترقيق، ولكن الذي يحكم كل هذا قصر منفصل وتوسط المنفصل، هل بتقصر أم توسط؟ إن كنت تقصر المنفصل قولا واحدا ليس لك إلا التفخيم، إن كنت توسط المنفصل لك الترقيق والتفخيم، والترقيق باتشا المتمة مقدم أداء. بالنسبة للأداء بقى في مصر نقول مصر، هذا تفخيم مش مصر، خلاص بقى احنا ايه تركنا هذا الايه البرن بهاني، ماشي تركنا هذا، يبقى مصر او مصر مش مصر، مصر لا مصر، مصر مش مصر كده، لا مصر ولا مصر مصر، لا مصر مصر. طيب عندنا مثلا في كلمة ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، لا ونذر ونذر، وترقيق الذال مش ونذو ذوذو، دي ذال من الظاء، ونذر الترقيق ونذر ونذر ونذر، ها فعين القطر تفخيم، عين القطر مش الكتر التاء دي طاء، عين القطر عين القطر. مثلا كلمة أخرى يسر يسر مش يسر اللي هو حصرمة الراء، يسر يسر تفخيم، أسر أسر. والله تعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ada pun terkait dengan kata firqin, itu tafsir. Kata-kata firqin ini dia khusus karena ini terkait dengan bacaan hafs, turuk hafs, artinya sesuai periwayatan ditebalkan atau tidak. Kalau yang kata-kata di atas tadi, yasar, asar, anjur, yasar, dan mundur, itu pembahasannya pada pembahasan ilmu tajwid. Sementara kalau fiqh itu pembahasannya pada ilmu usul turuq hafs atau ilmu riwayat, bukan ilmu riwayat. 80% dari turuq hafs ini itu baca dengan tafkhim, yaitu fir. Yang sedikit 20%-nya fir. Tapi yang bacaan utama yang didahulukan dalam riwayat, dalam mengambil qiraat itu, yaitu tafkhim. Hanya saja ada tafsir lagi. Kalau kita baca dengan qasr, maka hanya tafkhim saja. Cuma boleh baca fiqh. Kalau dalam bacaan qasr, qasr itu artinya baca apa namanya? Tidak dimatkan 4, ya. Tidak 6 tapi 4.
wasatul munfasil, baca empat yang munfasil. Adapun kalau bacanya itu bacanya tarkib, kalau afwan, kalau bacanya tafkhim, bacanya panjang bentar. Amma tafkhim fi fiq al-qasr faqat. Yata'ayyan 'ala al-qasr. Yata'ayyan 'ala al-qasr. Harus harus qasr. Jadi kalau bacanya bacanya kalau bacanya qasr itu harus tafkhim. Tapi kalau bacanya mad dan qasr itu ya, bacanya mad panjang. Man yamudda munfasil lahu al-wajhayn wa at-tarkib muqaddam. Boleh tarkib, boleh tafkhim. Kalau bacanya bacanya mad. Maksudnya baca mad itu karena harakat untuk apa? Mad munfasilnya. Itu jawaban beliau. Adapun tentang kata nuzur sendiri itu banyak sekali terdapat dalam hal ini dan nanti akan beliau jelaskan di pekan depan insyaallah. Silakan pekan depan insyaallah kita akan mempelajari yang antum pegang masing-masing itu. Mohon sudah dibaca dulu di rumah atau habis ini langsung dibaca. Setelah ini baru pekan depan kita langsung bisa menangkap yang disampaikan oleh Ustaz. Oke, sekarang Syekh minta usul dari antum semuanya. Setelah usul hafs ini, antum pengen dijelasin atau minta penjelasan tentang apa? Apakah tentang sifat huruf atau yang lain atau yang lain? Mau minta ilmu atau minta penjelasan tentang apa? Ma احنا عندنا تحسين تلاوة. هو خارج. يوجد تحسين تلاوة. يوم الخميس ولا الأربعاء؟ أربعاء. يوم الأربعاء بعد صلاة العصر. أنا ساكن بعيد عن هنا. ماذا أفعل؟ أنا ساكن بعيد عن هنا. نعم. ساعة. ما شاء الله. ساعة أنت تشعرني أنك تأتي من مصر. ساعة. يعني ما يقرب من 70 كيلو متر. لا بأس. Ada mau apa? Hah? Mau tentang apa? Ya, Syekh, ini nih ngasih kesempatan. Mau tentang apa? Nanti beliau akan jelaskan. Tapi setelah besok, setelah usul riwayat hafs. Oh, fiqh itu lebih kalim. Oke, ada satu usul, waqaf dan ibtida. Hah? ماذا عن كنا؟ تنام في الرفس ما ترش. يا هو خلاص حسب يا على الشيخ. لا على الشيخ. الشيخ عاوز يمشي. باللغة. اقتراحات. أسر. Sal, ya sifatul huruf, al makhraj was sifat, makhraj al huruf bisa bahasa Arab. Baik. Sifatul huruf. ماشي. قلنا هذه في التنبيهات حسن الأداء. Syekh itu sebenarnya pengen tahu selama ini kesulitan dalam proses belajar dan mengajar Al-Quran itu apa, dan sekarang beliau memberi kesempatan ketika ada masalah, ada pertanyaan selama proses belajar Al-Quran ini, silahkan. Nanti kan beliau menjelaskan sampai tuntas. Oke. Okay. Ada lagi? Moksa, silakan ngasih usulan. Ada usul? Insyaallah حاجه ما ستكون. ما عندهمش اقتراحات. هذا الحروف الابتداء ثم المخارج. مخارج الحروف وتنبيهات في حسن الاداء. تنبيهات في حسن الاداء. Kemudian terlihat
صورة للأخوات عشان الصنحرات بشركة نعم الصورة ليهم معهم أنا؟ لا 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 هما عادين هما جالسين لا لا هما جالسين هو أراضي يريد العدد أنا يأخذ الصورة هناك قصرة سيقفون كثيرا أنت تريد هذا؟ لا ما كنت أتكلم ما تشوف هذا خلاص رجع للأخوة ينصرف أوكي يصلون هؤلاء يريدون أن يقتلوا الشيخ أنتم تريدون قتل الشيخ ذبح الشيخ ذبح الشيخ أنتم قل لهم الشيخ يعمل من الفجر إلى الساعة 12 ليلة قل لهم ذلك يا ليش هنا جرنا درجة مني ما خلف جم 12 لا في مثل هذا يا شيخ في مثل هذا نجلس إلى الفجر لا المحاضرة لا ليس كثيرة خلال الساعتين لهم جميعا بعد ما ننتهي من هذا كل لهم ذلك أوكي setelah selesai ini kita berikan penjelasan nanti saya akan praktek satu persatu kalau untuk di Ibnu Abbas itu setiap Rabu untuk ikhwan, setiap Jumat untuk akhwat. Antum kalau mau datang akan masalah sama Syekh. Fihmu kalam? Ya, Kamis. Tapi kalau ini Sabtu kan? Kan ini Sabtu. Bila akhwat yang Khamis? Nah, ya, fi hadhihi al-usbu' yang Sabtu. Oh. Okay, sudah selesai? Okay, kalau sudah selesai untuk ikhwan, silahkan turun duluan. Untuk akhwat tetap di sini. Oke. Okay. Enggak, pokoknya saya tetap di sini untuk akhwat. Untuk ikhwan silahkan kita turun ke bawah. Oke, demikian untuk daurah kali ini. Jadi daurah kali ini kenapa kita cepat karena kita ناخذ مع الاخوه صوره مع الاخوات ayo oke افضل oke kalau gitu ikhwan dulu sebelum antum pulang kita ambil dokumentasi dulu silakan maju ke depan ayo untuk ikhwan dulu maju dulu untuk ikhwan maju dulu Mas Yeri siap untuk ikhwan silakan kita ambil gambar bersama Syekh kemudian setelah ini ikhwan